يوم السبت من الأسبوع الأول من الصوم الكبير، إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. انست يا رب لكلماتي وافهم صراخي، اصغي إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير بركاته على جميعنا. قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يقاديك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك، ومن سخرك ميلا فامشي معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. قد سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا عن الذين يطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. فإنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم؟ إذ العشارون أيضا يفعلون كذلك. وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تفعلون؟ إذ الوثنيون يفعلون كذلك. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل، والمجد لله دائماً.